بداية التاريخ الحقيقي للطيران أو هكذا بيقول بعض الناس أمثالي، إن كانت مع واحد اسمه سير جورج كيلي في أواخر القرن الـ18. الرجل ده قال لك إحنا ليه بالرفرف؟ ما نثبت الجناح ونمشيه في الهواء. You can imagine إن this is how we are flying today، صح؟ عشان كده بنقول ده كان الميلاد الحقيقي لعلوم الطيران وبعدها الطيران الفضاء لغاية النهاردة. خلاص؟ الراجل ده قال لك إحنا قاعدين بنحاول نرفرف نرفرف نرفرف، هي الطيور بترفرف علشان تزق الهواء لتحت ولا بترفرف عشان تزق الهواء لورا؟ الحقيقة إن الطيور بترفرف عشان تزق الهواء لورا، مش كده؟ في طيور بتحلق، خلاص، وربنا مديها ريش بيعمل كده ورا. تخيل انت قاعد تعمل كده مش بتزق الهواء اهو، لما تعمل كده مش بتهوى على روحك، صح؟ هو بالظبط انت واللي هم بيعملوا كده، جزء الخلفي في الجناح بيعمل كده يوم زق الهواء لورا. however not 100% of birds بتطير بالشكل ده، وبالتأكيد most of insects مش بتطير بالشكل ده. خلاص، عندنا مثلا هامينج بيرد اكشلي بيزق الهواء لتحت، له طريقه كده بيجدف في الهواء. خلاص، بس من الصعوبه سبحان الله ان احنا لغايه النهارده مش قادرين نفسرها 100%، بنحاول نفسرها وبنحاول نقلدها، لكن قدامنا لسه سكه، ويمكن دوركم يجي في ان انتم تقدروا تقلدوها كويس ان شاء الله ونعمل حاجه مفيده. المهم الاختراع ده او الفكره دي كانت مبنية على ان هو كان بيحط جناح ويلففه بتقل. اوكي، شوف ديزايننج ان اكسبيرمنت، صح؟ ويشوف سرعة الدوران ويبتدي يعمل شوية قياسات وده بيلف، وهنا كاونتر بالانس علشان الجسم ايه ما يبقاش فيه ميس الاينمنت. نعم، هنا ده عمود ملفوف عليه حبل، الحبل ده متوصل بتقل، التقل ده ما تسيبه ينزل هيحصل ايه؟ هيخلي العمود ده يلف. العمود ده متثبت في الجسم اللي فوق ده، الناحيه دي في جناح اللي هو عايز يعمل اي تيستنج، ومن الناحيه دي في تقل عشان يعمل له كاونتر بالانس، بحيث ان يبقى السي جي في النص، سنتر اوف جرافيتي او سنتر اوف ماس موجود في النص. اوكي، ويبتدي يشوف البيهيفير بتاعه شكله. اوكي، ما هو العمود متثبت في الجسم اللي فوق، فالجسم اللي فوق ده كله بيلف مع العمود. اوكي، هو هيشوف الفورس. اوكي، بيحاول يقيس الفورس وعرف، هو اول من عرف ما يسمى باللفت والدراج، اللي هنتكلم عنهم كتير قوي في خلال الاربع سنين على الاقل. مين قاعد معانا هنا اكتر من اربع سنين ان شاء الله؟ ناويين؟ طب كويس، عشان بس ايه نتعرف على بعض احسن. اوكي؟ فيبتدي يقيس الفورسز دي از ات روتيتس. خلاص؟ يو كان ايماجين ا لوت اوف بروبلمز في الاكسبيرمنت دي، بس دي الاولى من نوعها. وي شود اكسبكت ان فيها مشاكل كتير، بس ديد هي ليرن اور نوت؟ هي ديد. وحفر الكلام ده في لوح من الفضة متشال لغاية النهاردة في البريتش ميوزيوم. ادي الفكرة بتاعته سنة 1799، وادي الجناح بيتحرك تجاه الهواء وليفت ودراج. هنرجع للليفت ودراج دول تاني، خلاص؟ بس المهم الراجل ده ساعة ما عمل الكلام ده نقلنا نقلة نوعية. قال لك انا ما بقتش محتاجة رفرف، انا بمجرد ما اثبت الجناح وحرك الهواء عليه I can fly. احرك الهواء عليه ازاي؟ بقى دي المشكله. ففي ناس قالت لك let's glide glide، انط على ارتفاع عالي وامسك الطياره واطير بيها. واحد ثاني قال لك طيب شوف حاجه تشدنا ولا تزقنا لقدام. You can do it، you can do it،
بس للاسف لو خدت معاك حصان ولا اتنين وطيرت بيه حاولت تطير بيه من الطياره ثم تقل شويه اوكي. فكانت مشكله الانجنز عطلتنا حوالي 100 سنه عشان نعمل انجن يخلينا نقدر نطير. في الفتره دي الناس ما وقفتش. من اشهر الناس او الناس اللي اثروا فيا يعني حبيته جدا واحد اسمه أوتو ليليانتال. الراجل ده الماني عاش من سنة 1848 ل 1896 يعني تقريبا اتولد 50 سنة 49 سنة بعد ايه جورج كيلي ما كتب النتائج بتاعته. الراجل ده عاش فترة قصيرة نسبيا ما كملش 50 سنة لكنه طار ب 200 different glider models. يعمل الموديل من دول راكب طلع حوالي 2000 طلع اخرهم ما طلعش منها اوكي. هو الراجل ده كان عامل حسابه ان هو ممكن ما طلعش من واحده من الطلعات بتاعته. ربنا وفقه ال 2000 طلع صحيح. كان بيسجل كل حاجه الديزاين عامله ازاي وبعد ما يخلص يعمل ريكوردنج للبرفورمانس شوف الطياره اللي هو عملها دي طارت ازاي. وبعدين لما غير الزاويه او غير الميول او غير مكان ما هو بيقعد او 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 اوكي يقوم مسجل يكتب نتائج يسجل ويكتب نتائج. عشان كده ده كان واحد من الناس اللي اثرت فعلا في الطيران. As a matter of fact Wright Brothers سمعتوا عنهم وهنسمع عنهم تاني ابتدوا من شغل أوتو ليليانتال. وتلاحظ أوتو ليليانتال ما تقولنا سنة كام 90 96 يعني قبل الرايت براذرز ما يطيروا بحوالي 7 سنين. هم اكشلي قبل ما هو يموت كانوا ابتدوا يجيبوا حاجته ويتعلموا منها ويبنوا عليها وهنشوف هم اشتغلوا ازاي. المهم الراجل ده حقيقه ليجند وله مكان خاص بيه في الاير اند سبيس ميوزيوم في واشنطن دي سي. كنت يعني سعيد ان انا لما كنت هناك صورت له كام صوره كده. طيب بعد الرايد بعد أوتو ليليانتال جم الرايد براذرز واخترعوا ما يسمى بالايرونوتيكال انجينير. هما ما اخترعوش الطياره زي ما انتم شايفين كده. الطياره كانت موجوده قبلها وقبلها بملايين السنين ربنا خلق طيور ملايين ملايين دي رقم قليل يعني اوكي. هما عملوه انه قدروا يطلعوا طياره من على الارض بالمحرك بتاعها او بإتس اون باور وتنزل ثاني من غير ما تتكسر. الكلام ده خد كتير اقل من دقيقه. بوينت في تاريخ البشريه زي كده نزول ارمسترونج على المريخ سنه 69 ومن قبليه خروج يوري جاجارين للفضاء سنه 61 نعم نيل ارمسترونج نزل على القمر يوري جاجارين طلع الفضاء قبليه. طب انا قلت حاجه غلط؟ المريخ هو لسه ما نزلش على المريخ؟ يا راجل ده كان قايل انه رايح. عموما هو ما كلمنيش لسه لما يوصل قال لي هيديني تليفون يعني. في الغالب ميست كول عشان المكالمه هتبقى غاليه شويه رومنج بقى وكده من على المريخ. المهم اورفيل ويلبر رايت كان عندهم مصنع عجل. Which means that they are engineers. معاهم بكالوريوس هندسة؟ Probably لا. I'm sure لا. Okay, engineering is not about what you learn in the classroom. Engineering is about what you make. If you can make something, if you can make a product, then you are an engineer. Whether أنت واخد شهادة أو مش واحد. Believe it or not. خلاص؟ ف they were engineers as a matter of fact they were innovators. هم غيروا في الديزاين بتاع العجل وهم اللي عملوا الديزاين ده اللي هو مشابه جدا للعجل اللي احنا بنركبه النهارده. خلاص طوروا كتير في الديزاين والمانيفاكتشرنج بتاع العجل لكن هم كان نفسهم يطيروا زيهم زي كتير من البشر. خلاص فابتدوا يعملوا جلايدرز. خلاص ودي صورة من 1902 اوكي حوالي سنة قبل الطيران بتاعهم. الوقت خلص
الوقت خلص يا راجل، شوف القعده معاكوا حلوه ازاي. اوكي المهم تخلص اهو سنه 1903 طاروا باول طياره بيتس اون باور. ويمكن الصوره هنا القديمه دي مش واضحه قوي، في صوره اوضح شويه برضو لعبد الله خدها من الايرون سبيس ميوزيوم لموديل للطياره اكشلي ان فول تايم الطياره بتاعتهم، بس نوت ذا ريل وان معموله زيها.